كشف تقرير حقوقي صادر عن مركز العاصمة الإعلامي عن قرابة 5500 جريمة وانتهاك ارتكبتها ميليشيا الحوثي والمخلوع في العاصمة صنعاء منذ إعلان انقلابها في 21 من شهر سبتمبر للعام 2014 وحتى شهر يونيو من العام الحالي 2017. وشملت الانتهاكات عمليات قتل وإصابة لحقت بالمدنيين خلال 3 سنوات على أيدي ميليشيا الحوثي وصالح، إضافة إلى جريمة الاختطاف وتعذيب المختطفين في السجون وعمليات السلب والنهب للممتلكات العامة والخاصة. معي حول هذا الموضوع مدير مركز العاصمة الإعلامي عبد الباسط الشجاع، أهلا وسهلا بك. بداية حدثنا عن أهم ما ورد في التقرير الحقوقي للانتهاكات التي قامت بها جماعة الحوثي داخل أمانة العاصمة. أهلا وسهلا بكم. أولا، التقرير الحقوقي الذي أصدره مركز العاصمة الإعلامي الذي بدأ منذ 21 سبتمبر منذ نكبة 21 سبتمبر الذي نفذها ميليشيا الحوثي والمخلوع علي عبد الله صالح وحتى يونيو 2017. التقرير أجمل الانتهاكات في حوالي 5533 انتهاك، تنوع بين القتل والإصابة الذي استهدف المدنيين، وأيضا الانتهاكات التي لحقت بالممتلكات العامة والمؤسسات الخاصة أيضا، كلها في أمانة العاصمة. نعم، نرى بأن أرقام كبيرة طبعا لجرائم ميليشيا الحوثي وصالح خصوصا داخل العاصمة وأيضا من ضمن الضحايا أطفال. طبعا الميليشيات ارتكبتها يعني خلال الأعوام الثلاث الماضية، ولا نعتقد بأنها تبدو واضحة ربما للأمم المتحدة والمنظمات الأممية وحتى في الداخل لا تبدو واضحة. هل لك أن توضح لنا أكثر هذا الجانب من التقرير؟ الخطوات التي سبقتها الميليشيات الانقلابية في العاصمة صنعاء عندما قامت بتشريد الصحفيين وقمعهم بحد إلى حد كبير حتى أصبحت صنعاء خالية تماما من وسائل الإعلام والصحفيين، وكل هذا من أجل أن تخفي جرائمها وأن تمارس كل الجرائم بحق المدنيين وحق معارضيها بكل أريحية. وبالتالي فإن صنعاء العاصمة صنعاء مغيبة تماما عن وسائل الإعلام، وهي كما توصف بأنها تحولت إلى سجن كبير سواء للمدنيين أو للمختطفين أو للمواطنين القابعين داخل العاصمة صنعاء. وبالتالي التقرير هو إحصائي تم رصده من قبل الوحدة الرصد في مركز العاصمة بشكل دقيق وواضح. نعم، ماذا عن انتهاكات النساء في العاصمة صنعاء؟ ما نوع تلك الانتهاكات؟ شملت الانتهاكات بحق النساء اختطاف، هناك عدد من النساء وصلت إلى حوالي 9 نساء اختطفن في الأيام الأولى ما بعد نكبة 21 سبتمبر، حيث كان يخرج شباب وشبان يتظاهرون في شوارع العاصمة صنعاء، وبالتالي كانوا يتعرضون للاختطافات المستمرة أو بشكل شبه يومي، وتنوع ما بين الناشطين والسياسيين وأيضا شمل نساء وفتيات. نعم، مدير مركز العاصمة الإعلامي عبد الباسط الشاجع كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك.